دلوقتي حضرتك من محبي تعليم صيانة الالكترونيات، داخل عشان تتعلم حاجة، فالطبيعي ان كل فيديو هنا هتلاقي فيه كمية معلومات كويسة جدا جدا وهتفرق مع حضراتكم. بس انا حابب اسأل حضرتك سؤال، وعشان ما ندخلش في تفاصيل كتير انا جاي اتكلم عن ابليكيشن. الابليكيشن ده بناء عليه خبرتك هتتحسن بنسبة 40 او 50% ازيد من اللي حضرتك موجود عليه. هسأل حضرتك سؤال هنا وتجاوبني عليه، هل ينفع انا او انت او اي حد شغال في مجال الالكترونيات يقدر يستغنى عن جهاز الافوميتر؟ اكيد لا، محدش يقدر يعمل كده، تمام؟ طيب هنا في اداة او برنامج لازم نعرف تفاصيله واحدة واحدة. البرنامج ده يفيدنا في ايه؟ ده اللي هندخل نشوفه دلوقتي مع بعض. اولا اسم البرنامج الكترودوك، هسيب لك طبعا رابط تحميل البرنامج في الوصف، بس خلينا بقى نتعرف على تفاصيل البرنامج ده وايه اللي موجود فيه. دي واجهة البرنامج زي ما حضرتك شايف كده، مكونة من كذا قائمة، يعني دي مثلا قائمة الحسابات، وده مخطط التوزيع، وهنا موارد، وهنا اضافات. طيب اكتر حاجتين هتستخدمهم هنا هي الحسابات ومخطط التوزيع، اول وتاني واحدة على اليمين. هنا لو ركزت معايا كده هتلاقي فيه، طبعا انا جايبه بالعربي، هتحمله برضو بالعربي علشان يكون سلس وسهل معاك، تمام؟ هنا رموز الوان المقاومه، هنا كود المقاومه الاس ام دي اللي هي المقاومات السطحيه، وده خلي بالك مهم جدا جدا انك تعرف حاجه زي دي، وفي هنا قانون الاوم ونسبه المقاومه والمكثفات السيراميك وهكذا. هندخل على اشهر الحاجات اللي حضرتك هتستخدمها وهتحتاجها، بس الاول نروح على مخطط التوزيع. هنا مخطط التوزيع ده مخصص لايه؟ مخصص لجميع الكابلات اللي حضرتك هتحتاجها. يعني لو ركزت هنا هتلاقي مثلا مخطط توزيع اليو اس بي، تمام؟ هنا اليو اس بي الغرض منه ان هو بيعرفك ايه، بيقولك مثلا الرجل رقم 1 على سبيل المثال الموجب الخمسة فولت، والرجل رقم 2 الداتا، والرجل رقم 3 الداتا زائد كذا وهكذا، وطبعا جميع انواع ايه، انواع اليو اس بي. طيب هنا لو دخلنا مثلا على كابل الفيجا، هتلاقي طبعا كابل الفيجا اهو، للي بيحتاج مثلا يقسم كابل الفيجا وعاوز يعرف الرجل رقم كذا بتعني ايه والرجل رقم كذا، وتوصيل الكابلات وما الى ذلك. يعني اي حاجة تخص الكابلات، اي حاجة تخص الكابلات هتلاقيها موجودة في مخطط التوزيع. لو رحنا على موارد، تمام، ودخلنا مثلا على رمز المكثف، هتلاقي كل حاجة خاصة بالمكثفات السيراميك، والكلام ده احنا كنا اتكلمنا عنه في حلقة مكثف السيراميك. طيب خلينا برضو علشان نسهل الموضوع، ما هو في حاجات ممكن تحس ان هي ايه، ان هي فيها لخبطة والكلام ده. مبدئيا انت هتحمل النسخة المجانية اللي فيها اعلانات اللي انت هتشوفها دلوقتي، سيبك بقى من النسخة المدفوعة لانك هتدفع فيها فلوس، واحنا عاوزين نبدأ واحدة واحدة. يعني مثلا لو دخلت على ال 78XX 78 اللي هو منظمات الجهد، يعني هتلاقي طبعا اشكالها المختلفة، اهي اشكالها المختلفة. يعني مثلا ده اشهر شكل، الشكل الشهير اللي احنا عارفينه ال 78XX اهو، ده الشكل العادي الطبيعي بتاعه، وهنا هتلاقي ليه اشكال تانية من ضمنهم الشكل ده اللي متوفر وموجود دايما في اجهزة الريسيفر ال HD الميني، تمام، وكمان في الشاشات واي جهاز بيشتغل بمنظمات جهد. هتلاقي طبعا هنا ليه الداتا شيت الخاصة بيه. لو دخلنا مثلا على الحسابات، تعالي لي مثلا هنا وهنتكلم عن ايه، عن المقاومة. في الحالة دي انا هجيب الافوميتر، في الحالة دي انا هجيب ايه، هجيب الافوميتر بتاعي. طيب ايه دخل الافوميتر في المقاومة؟ هقول لحضرتك على حاجة، حضرتك مبتدئ مش عارف تحسب المقاومة دي كام. يعني مثلا هحط اسهل مقاومة ممكن تقابلك، اهي دي اسهل مقاومة ممكن تقابلك. حضرتك مش عارف تحسب قيمة المقاومة دي لوحدك، يعني من غير طبعا ما انت شفت القيمة، اكيد انت شفت القيمة والرقم موجود هنا، انا مش هخبي عنك، ولكن لما تكون المقاومة موجودة قدامك مفيش اي داتا، مفيش اي بيانات، مفيش غير الالوان بس، وكل اللي مطلوب من حضرتك انك واقع في المشكلة دي في الجزء ده او في البوردة دي، وعاوز تعرف المقاومة دي رقمها كام، تعرف هي القيمة بتاعتها كام، علشان تعرف سواء كانت تالفة ام غير تالفة. يعني على سبيل المثال لو انا معايا مقاومة اهي احمر بني ذهبي، اشهر ويعتبر يعني اكتر مقاومة ممكن تقابلك برضو، لو بصينا عليها انت مش عارف تحسب القيمة بتاعتها. طب احنا جينا بقى على التطبيق ودخلنا قمنا ايه، ملونين المقاومة على حسب المقاومة اللي في ايديا، يعني نفس الالوان هنا هخليها هنا. واحد يسألني ويقول لي طيب ما المقاومة اللي انت بتحسبها دي دي مثلا من فئة الاربع الوان، يعني دي باربع الوان، ده في بثلاث الوان وفي بخمسة وفي بستة، امال هما فين؟ هقول لك كل حاجة هتعرفها دلوقتي، بس خلينا نتكلم واحدة واحدة. هنا المقاومة دي انا عاوز اعرف القيمة بتاعتها كام، فبحتاج الافوميتر بتاعي. انا رفعت المقاومة من على البوردة وعايز اشوف المقاومة دي القيمة بتاعتها قد ايه. ممكن تكون المقاومة نفسها فيها مشكلة بايظة، ولما اجي افحصها بالافوميتر
انا طبعا عشان مش عارف القيمه بتاعتها كام، فهتديني مثلا ايه اللي تديهولي على الافوميتر انا هاخد بيه وخلاص، ما انا مش عارف ايه القيمه بتاعتها كام. فالمطلوب مني ان انا دلوقتي لما لونتها هنا على الموبايل قدرت اعرف هي 220 اوم. خلاص يبقى ايه، يبقى المطلوب مني ان اشغل الافوميتر بتاعي واجي على قانون الاوم وايه وافحص المقاومه واشوفها هتديني كام. هنا البرنامج بيقول لك ان هي 220 اوم وهنا 216 اوم، يعني لو حسبنا 4 اوم او 5 فده ما فرقش كتير. نسبه الخطا في المقاومه دايما بتكون مثلا ايه على حسب اللون الذهبي الاخير بتبقى 5%. طيب خلاص احنا عرفنا الجزء ده، يعني من خلال الابليكيشن هنقدر نحدد اي مقاومه بالالوان. مش محتاج بقى من حضرتك انك ايه انك تكون بتفهم عدد الالوان وتعرف اللون ده بيميز كام وده بكام وده بكام والكلام ده كله، علشان يعني لو انت مبتدئ خلي تفكيرك وعقلك يروح في حاجه تانية اهم. هتقول لي يا عم اهم ايه وكلام فاضي اللي انت بتقوله ده، هقول لك طب تعالى نتكلم بالعقل، نتكلم بالعقل كده بالراحه. انت داخل مجال مبتدئ فانت عاوز تعرف حاجات كتير في وقت قليل، انا معاك، بس طالما في حاجه في بديل ليها يبقى احنا نشغل بالنا بيها ليه. يعني مثلا دلوقتي المنظمات الجهد او الترانزستورات او الموسف، شوف هو يعتبر حاجه كده مشتقه من الترانزستور، دي حاجات مهمه ان انت تعرفها. طب المقاومه والوانها ومش عارف ايه وقصه كبيره، لا اهدى كده وركز معايا. المقاومه انا هسهلها لك خالص في ابلكيشن هيبقى مرمي على التليفون، حتى الابلكيشن من غير نت، يعني مش شرط انك تفتح البرنامج بنت، لا هو البرنامج بيشتغل من غير نت في اي مكان، اتزنقت في اي وقت كده عاوز تعرف المقاومه دي رقمها كام، يعني القيمه بتاعتها قد ايه، هتلونها بس كده على البرنامج وهتلاقيها حسبت نفسها على طول، في لحظه هتقدر تعرف قيمه المقاومه قد ايه. اصبح كده ان انا شلت لك بند من المهنه على جنب كده، سهلت لك الموضوع. ادي اول بند بالنسبه للمقاومات الالوان، علشان الجزء ده او التفكير او التركيز او الوقت ده تحطه في حاجه تانية اهم، حاجه ملهاش بديل. دي ليها بديل خلاص، ده مش معناه ان مش عايزك مثلا تتعلم ازاي تعرف رقم واحد كام، اللون الاحمر ايه والبني والاصفر والاخضر والازرق، لا لا كل ده مهم ان انت تتعلمه بس في وقت تاني. هتقول لي يا عم انا جاي وقت اهو، اقول لك خلاص مش مشكله، انا مش هبخل عليك في حاجه على فكره، بالعكس موضوع الوان المقاومه انا شرحته بالتفصيل في حلقه هتلاقيني سيبها لك في الوصف، لو عاوز تعرف من غير البرنامج ومن غير اي حاجه من دي خالص تعرف ايه المقاومه دي وقيمتها كام مفيش مشكله. بس انا بكلم اخواتي المبتدئين، تعال نركز مع بعض كده ونمشي واحده واحده وهنفهم الدنيا ماشيه ازاي. طيب خلاص كده عرفنا كده وشلنا بند من دماغنا خالص، وهو ايه، وهو موضوع المقاومه. بس انا لسه ما قلتلكش لما هيكون مثلا المقاومه بخمس خامات او بسته او بثلاثه او بكذا تعرف تجيبها ازاي. يعني مثلا قدامك مقاومه بخمس الوان او بست الوان، سهله وبسيطه، مش في ثلاث نقط هنا كده وانت على موضوع، يعني وانت على المقاومه الالوان اهو تمام، مش في ثلاث نقط هنا على اليمين هتدوس عليها كده. هنا بيقول لك النطاق، يعني مثلا دي بثلاثه نطاق، هتدوس كده هتجيب لك المقاومه اللي بثلاث نطاق تمام. وهنا هتغير برضو من الخمسه، اهي دي خمسه وهنا السته وهكذا. طيب كده احنا عرفنا قصه المقاومه خلاص كده ونشيلها بقى، نطلع بقى من عند المقاومه دي كده ونقول لها شكرا شكرا. نيجي بقى على المقاومه الاس ام دي، بس برضو في حاجه تانية عايزين نروح لها في المقاومه الالوان، علشان برضو ايه تبقى الموضوع سهل، ايه سهل وبسيط، وبرضو الموضوع يدخل عقلنا بالمنطق. احنا مش حسبنا ان المقاومه دي 220 اوم، التطبيق حسبها لك 220 ولما فحصناها بالافوميتر حسبناها طلعت 220. طيب هل الاتنين دول صح ولا غلط؟ ما تيجي نختبر نشوف. هقول لك اللون الاحمر بيكون تاني رقم بعد البني، يعني الاول البني والاحمر بعد كده والبرتقالي وبعد كده الاصفر وبعد كده الاخضر وبعد كده الازرق وكذا وكذا تمام. لو جبناهم بالترتيب من اول البني بيبقى رقم واحد تمام، يعني بنقول كده رقم واحد، اللي تحت منه على طول رقم اتنين وهكذا تمام. خلاص يبقى انا كده معايا رقم اتنين اللي هو اللون الاحمر. طب انا معايا كام لون؟ معايا لونين. دايما بيكون في المقاومه اللي باربع نطاق دي اول لونين بيكون كل لون منهم بيميز رقم، يعني بنرمز له برقم. جاي معايا اللون الاحمر برقم اتنين، يبقى كده طالما اول لونين اتنين واتنين يبقى هنحط رقم اتنين ورقم اتنين، يبقى الاحمر ده والاحمر ده هنحطهم الاتنين جنب بعض اتنينات، رقم اتنين ورقم اتنين هيديني 22 تمام. نيجي بقى على الرقم اللي بعده اللي هو بيكون رقم واحد اللي هو اللون اللي بلون البني تمام. دايما الرقم التالت ده بنضربه في صفار، الرقم التالت بنضربه في عدد الاصفار، اصبح معايا هنا ايه، اصبح معايا 1 0
واحد صفر اللي هو باللون البني ده هنحط صفر واحد، يبقى كده 2 2 0. الاخير ده بيكون هو ايه؟ بيكون نسبة الخطأ اللي هو مثلا باللون الذهبي ده بيكون 5% اهو، 5% لو بالذهبي. تمام؟ لو باللون الفضي بيكون نسبة الخطأ 10%، هي نفس قيمة المقاومة عادي جدا. تمام؟ بس هنا بيجي ايه؟ بيجي دور نسبة ايه؟ نسبة الخطأ باللون الفضي 10%، باللون الذهبي 5% هنا نسبة الايه؟ نسبة الخطأ. ولكن مفيش تغيير هنا في ايه؟ في حسبة المقاومة نفسها. يبقى احنا قلنا ايه؟ 2 2 و0 1. لو اللون الاخير، لو اللون التالت ده برضو احمر، يبقى هنقول 2 2 وهنحط صفرين، هنحط ايه؟ صفرين. ولكن هنا الصفر واحد علشان ده ايه؟ رقم واحد، فبالتالي 220 اوم. يبقى كده احنا التلاتة صح، الحسبة بتاعتنا صح، والافوميتر صح، والبرنامج صح. خلاص يبقى كده هنروح على اللي بعده. واللي بعده هنا ايه؟ المقاومة الاس ام دي، المقاومات السطحية اللي بتبقى موجودة في البرد زي برد الشاشات وهكذا. ودي بتكون مقاومات سطحية بيبقى دايما مدون عليها رقم، والرقم ده هو اللي بيميز القيمة بتاعتها. على سبيل المثال قدامنا دلوقتي اهو، هو واقف على مقاومة 103، رقم المقاومة نفسه 103. يعني دلوقتي لما اجي افحص المقاومة اللي هي 103 دي بالافوميتر، يعني هفحصها ازاي؟ مش المفروض انا اعرف حاجة زي كده؟ يبقى انا كده محتاج افهم الاول. تمام؟ افهم ايه؟ هقول لك. الاول المقاومة بيبقى مكتوب عليها رقم، مش معنى كده ان الرقم اللي مكتوب على المقاومة يبقى هو الرقم اللي هيظهر معايا على شاشة الافوميتر، لا خالص، مفيش الكلام ده. بالعكس، هنا هي الموضوع قريب من المقاومة اللي بالالوان، بس هنا في فرق، هنا ارقام هناك الوان، فبالتالي كاتب رقم ايه؟ رقم عليها 103. خلاص يبقى عندنا اول رقمين هيكونوا رقمين ثابتين، مش يعني مالناش دعوه بيهم، هيبقوا زي ما هم. ورقم 3 ده هنضربه في صفار، اصبح معايا كده كام صفر هنا؟ 3 صفار غير الصفر اللي موجود. يعني مثلا نحط 1 0، دول رقمين ثابتين مالناش دعوه بيهم، اول رقمين. نيجي بقى على رقم 3 ده وهنضربه في صفار، يبقى كده معانا 4 صفار بعد رقم الواحد. هنحوش اول رقمين اللي هم 10، وبعد كده 3 صفار يبقى كام؟ يبقى 10000 اوم. ال 10000 اوم دي هنحولها الى كيلو، يعني ال 1000 اوم بتعني او بتساوي 1 كيلو. فبكده هم 10000 اوم، يبقى ال 1000 بيساوي كيلو، يبقى 10 كيلو اوم اهي، 10 كيلو اوم. طب لو حوشنا رقم 3 ده وخليناه مثلا 5 وقلنا له احسب المقاومة دي يا سيدي، اهو مليون، يعني 1 ميجا اوم. ما هي الواحد ميجا هنا بتساوي مليون، مليون اوم. تمام؟ فبالتالي هتلاقي هنا وانت بتفحص المقاومة دي مكتوب عليها 105، هتدي لك مليون. طبعا عشان انت تقعد تحسبها وتشغل دماغك بقى والكلام ده كله، وانت لسه في حاجات تانية كتير جدا الموضوع والمجال مفتوح قدامك، لا انت ركز في اللي قدامك ده، وخلي الحاجات اللي ليها بديل وتقدر تمشي امورك وتمشي الدنيا دي خليها ايه؟ خليها على جنب. تمام؟ فبكده انا لما يكون مدون قدامي كده على رقم المقاومة 105، هفتح البرنامج هكتب 105 واقول له احسب، هيديني 1 مليون. هروح على طول قايس المقاومة بالافوميتر، ساعتها بقى الافوميتر هو اللي هيحدد سواء كانت المقاومة تالفة ام غير تالفة، سواء الكلام ده على المقاومة اللي بالالوان او المقاومة السطحية. نيجي بقى على حاجة تانية، حاجة تانية كويسة جدا ونركز كويس، مثلا على حاسبة الليد يعني. تمام؟ زي ما انت شايف كده ممكن تحس ان الموضوع رخم شوية او ملعبك، ولكن هو الموضوع سهل جدا جدا. هنا في مخطط، تمام؟ اهو في الناحية دي بيقولك ده دخل الجهد الكهرباء اللي داخل، وهو كام؟ 5 فولت VCC، يعني الفولت نفسه اللي داخل 5 فولت. تمام؟ هنا ليد، الليد اهو، تمام؟ وهنا مقاومة بالظبط كده. طيب انا عاوز يعني معايا ليد، معايا ليد عايز اشغله على جهد اعلى شويه، يعني انا معايا ليد 3 فولت، بس لو وديته 5 فولت هيتحرق، بس انا عاوز اركب له مقاومه بحيث ان الليد ده يشتغل معايا وما يتحرقش، بحيث ان يعدي له ال 3 فولت والليد ما يحصلهوش اي مشكله. لما تحب تعمل الدايره دي فانت محتاج تعرف ايه هي قيمه المقاومه نفسها، يعني محتاج تعرف المقاومه نفسها قد ايه، مش اي مقاومه كده وخلاص. وبرضه بيبقى على حسب الجهد نفسه اللي انت هتدخله للايه؟ للليد. انت بتكتب له حاجتين، الحاجتين دول انت نفسك عارفهم، انت نفسك عارفهم، وهي الفولت اللي داخل اللي انت هتستخدمه، تمام؟ والليد نفسه قد ايه؟ الليد نفسه انت عارف هو ليد 3 فولت، 2 فولت، 1.5 فولت، خلاص انت كده قدرت تعرف الليد نفسه اللي انت هتشغله ده
كام فولت، والفولت اللي داخل كام. يبقى خلاص كده هنعمل حاجة تانية، هي ايه؟ وهي انك بتكتب هنا الفولت نفسه وبتكتب هنا الليد. ولكن مثلا يا عم الليد ده 2 فولت، خلاص انا هكتب 2 فولت. لو الليد ده مثلا 3 فولت هكتب له 3 فولت. تلاحظ معايا هنا بقى هو بيغير لك قيمة المقاومة لوحده تدريجيا. يعني هنا كده انت بس مجرد ما بتغير في الفولت نفسه، هنعمل 5 فولت. بص هو كده بيبدأ ايه؟ بيبدأ يخفض معاك قيمة المقاومة لحد ما يوصلها لك الى ايه؟ بتقرب من الصفر. فاهم قصدي؟ يعني هي مثلا 200 اوم، لو احنا حطينا 10 فولت هتبقى 700 اوم، لو حطينا 20 فولت هتبقى كام؟ 1.7. تمام؟ يعني 1700 اوم، عشان بس يعني اوضحها بشكل اوضح، يعني بشكل اسهل. تمام؟ وهكذا. يعني حضرتك هتغير في قيمة الليد والجهد اللي داخل اللي هيطبق على الدايرة، وهو هنا بقى بيقول لك المقاومة نفسها اللي انت هتركبها هنا كام. خلاص كده انت يا سيدي مش محتاج ايه؟ مش محتاج اي حاجة تانية. طيب هنيجي مثلا على حاجة تانية، بص بصة كده يعني ندخل جوه الجهاز كده ونشوف. هنا برضو بيقول لك ايه؟ بيقول لك حساب ال ان اي 3/5. تمام؟ ودي محتاجة فيديو لوحدها. ماشي؟ هنا مثلا منظم الجهد اهو، وده طبعا منظم الجهد القابل للتعديل، منظم الجهد ال ADG. ومثلا هنا في حساب البطارية، هنا حساب أداة تصميم المحس أو اللي هي يعتبر الملفات أهي. التطبيق يا صديقي هيفيدك بشكل كبير جدا جدا، وخاصة في الجزئيتين اللي أنا قلت لك عليهم دول في البداية. دي حاجة كده كنت عايز أعرفها لكم، ويا رب تفيدكم، وأتمنى لكم كل خير، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله. انتظروني في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. مع ألف سلامة.